ميمي مش عندها قبل يا ماما. قولي صباح الخير. شو يا ماما؟ نوتي؟ مين كان هابي بيرثدي امبارح؟ تيتا عملت لك سربرايز، عملت لك مفاجأة. كيف غنيتي هابي بيرثدي؟ هابي جبت لك توي؟ عم بتقلكم جبت لها لعب. تيتا جبت لك لعب وجبت لك هدايا وعملت لك مفاجأة. انت تحبيها للتيتا؟ يا باي. ايه ورجعنا على البيت هلا. يقبرني انا اللي بحب الزعتر. سمية وسمية كمان عمته. ايه يا جماعه حالتنا قبل ما نبلش اي فيديو. 1 2 3 صباح الخير وايت فاميلي. كون يا احلى عائله بالدنيا. بيتي ليكو يا جماعه عم بفرجيكم على ثيابها ميمي. شو رايكم بثيابها؟ تروح باي عم تقلنا السيارك. تروح باي ان شاء الله تكونوا بألف خير وعايز فاميلي. اذا اول مرة بتفوت على القناة اشتركوا بالقناة تكونوا من عائلتنا لتكبر عائلتنا اكتر واكتر. وخبريه صغيرة انه التفاعل بلش يرجع فيلا يا جميعا خمسوني اكتر. لا لا عن جد شفتوا الوعايز فاميلي عن جد ما في مثله. والله انتو مش بس عائلتنا، انتو جزء من حياتنا. يعني كل شيء عم نعمله كل شيء عم نخططه انتو معنا بهذا الشيء. anyway guys فيديو اليوم عن جد غير شكل. حتشوف كلها فرح. صح كلها فرحة. مش بس هيك، نحن وعدناكم بالفيديو الماضي انه رح نروح على ليجولاند. اوه يا وصار معنا، يعني انتم مثل عائلتنا رح نكون صريحين كثير معكم. القصة اللي صارت انه نحن ما حجزنا قبل بجمعة، كان المفروض نحجز قبل بجمعة. ما حجزنا ليش؟ الطقس ضلوا يغير، الأربعة على الأساس شتها بعدين صار صيف، الطقس بريطانيا ما بيساعد أبدا. فرحنا لنحجز، عرفنا انه الخميس حيكون كثير حلو. شو اسمه؟ ما في حجز. شو اسمه؟ قصدي ليجولاند. يعني مشروع المفاجأة وكل شيء خرب، بس أهل يحيى حبوا يعملوا شيء صغير لميمي، عملوا لها مفاجأة عيد ميلاد. فوالله كثير هات نفرجيهم عليها. تعال نفرجيهم عليها ونفرجيكم كمان شو جبنا لها هدية. صح يلا. لا لا ماما مين شو هيدا؟ بيكبيك. مين بحب بيكبيك؟ هابي بيرثداي ميمي. هابي بيرثداي. يلا غني هابي بيرثداي. هابي بيرثداي تو ميمي. Happy birthday to Mimi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. يلا ميمي. يا ميمي. مش عارفة. يلا يلا فهم ماما. ايش العوامل؟ أنا ما عم بقدر. قد ايش صار عمرك؟ 2 نو 2 عملي 2 هيك. 2 هيك ارفع 2. يلا لميمي هيدي. هيدا من سمية من عمتي. يلا افتحي يا بابا عملي اوبن. شوفي هون شوفي هون. واو يا بيبا بيك. هيدا شو؟ ياي يا ثانك يو ميمي. قولي ثانك يو عمتو. واو واو هيدا بيبا بيك. هي كله لإلك. لا تيجي جوا بيبا بيك. ميمي مش عم اتكلم بكيت. ميمي مش عندها قبل يا ماما. لا 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 بابا انت لا 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 كيك لا 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 ل
تعال نعمل اوبن. يلا هيك نعمل اوبن. 1 2 ياي يا تاكي. شو ماما عم تقري انت؟ يلا اوبن ميمي انت. اوكي واو شو هيدا يا ميمي؟ واو My little princess. يا ميمي شو عم تعمل؟ ماما شو عم تعملي؟ أكلتي الكيك. واو. استنى 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 بابا استنى. هيدي شو؟ بابا شو هيدا ميمي؟ هيدا ميك اب؟ هيدا ميك اب؟ اب ميك اب واو شو هاي يا بابا؟ واو شو هاي؟ This is nice. Open. تعال Open مش عارف. شاطر. هلا ميمي هاي بدها تحضر عليه انمو؟ ايه. شو بدك تعملي عليها هاي ميمي؟ واو. هيدا ايباد لميمي ليك. واو. واو. Let me put it in the cover straight away. والله هيك يعني شيء كتير بسيط شيء كتير حلو اسعدنا وبسطنا. ايه انت اطول مني حسيت حالي هيك. فهيدا الشيء اللي بدي اقول لكم اياه انه شيء صغير بيبسط العيله وبيبسط الولد. والله صح انبسطنا كتير كتير من ولا شيء عملنا شيء صح. وبيقولوا كمان مش عم بتفلسف عليكم انه اللي بيحكي كلمه حلوه لابنكم او بيعطيها هيك شيء صغير لاولادكم بتشوفوها قد الدنيا صح ولا لا؟ عم بتفلسف عم تتفلسف عم تتفلسف. anyway guys بعد في هديه. Son, are you right, حبيبتي؟ Sorry, guys. Sorry. خلعني لفوق. I'm متحمس. متحمس. والله متحمس. Anyway, guys, بعد في هدية ما فتحنا لها. إجت من اليوتيوب. هات نفتحها مع ميمي. رح نفتحها هلا وكمان في خبرية بدنا نقلكم إياها إنه إن شاء الله بإذن الله رح ينزل غنية لميريام بتسعة ستة رح ننزلها يمكن هون على اليوتيوب أو على الإنستغرام. فتأكدوا إنكم متابعين بحسابه بحساب ميريام ويحيى. وشو آخر مفاجأة من خلال آخر فيديو؟ أوكي يا ترى نفتح هدية اليوتيوب لميمي. ميمي. هاي ميمي. What's this? Yeah. يلا ماما يلا افتحيها. انا بحب كيف تتحمس ميمي. شفتوا كيف تحمست بالهدايا قبل شوي؟ ليك عم تطلع على واو عم تطلع ورا دروعها الثانية. هيدي لميمي. هيدي ميريامز وورلد. يا جماعة وصل درع اليوتيوب لميريام صارت 100,000 على اليوتيوب. ياي برافو. هيك عم تحاول تفتح. شو ماما يلا امسكيها لحتى يصوروك. امسكيها هيك امسكيها هيك. يلا اعملي بيكتشر. يلا طلعي طلعي ياي. فينا نشوف وجهك. ياي شو لا ماما عم بتبوسها. هيك يلا تضحكي لهم. ايه انا فاهمة مسألة دقيقة خلص. وين ما نحطها هيدي؟ وين؟ وين ما نحطها يا ميمي؟ وين هون؟ هيدي يا تقبر قلبي ليكو ليكو. وين بدك تحطيها؟ فوق؟ بدك تحطها مع الدروع الثاني. مع دروع اليوتيوب بدك تحطيها؟ ياي تعي تعي وين نحطها؟ وين أول كنواية السامري بنحطها؟ نحطها هون؟ هون؟ ومنت أنا برأيي وين ما بدك سحورة بس جايز بدي أقول لكم شغلة. قناة صحر صارت تقريبا 960,000 رح توصل للمليون. بدنا مليون. يلا 40,000 من هون كلكم روحوا اعملوا اشتراك. بدنا نجيب بعد درع الجولد. كوم اون جايز. وهيدي وين بنحطها؟ واي اسامي انتوا صوروا الحيط. خلوني صوروا الحيط يحيى. yeah. وبعثوا لنا اياه على الانستغرام. قولوا لنا بركي بنزيح حواليك وشو اسمه بركي بنزيح. فانتوا قولوا لنا الطريقه اللي بدنا نصورها وهلا
Should we go? يلا ما نروح نجيب الهدية لميريام صراحة بقيتكم رح نجيبها منه ومن يحيى كمان مين بتاعش على السلايم بعد ولا مرة جبت بس شوف ردة فعلها عشان جايز دايما بس تشوف سلايم على التلفزيون تقول سلايم سلايم هلا بتشوفه هلا بتشوفه حفرجيكم بدك سلايم شو بتعمل ميمي ميمي اوه ميمي بدك سلايم بدك سلايم شايفك انت متحمسه ليتس جو انت هابي خليكم لاخر الفيديو لتشوفوا المفاجاه اللي مجهزت لكم اياها شيء خيالي ما تعملوا سكيب وتروحوا تنطوا لا معنا بمعنى انتوا عائلتنا بدنا اياكم لحظه بلحظه معنا والله بنحبكم قد الدنيا يلا 100% ليتس جو اوكي جايز نحن وصلنا هلا على هيدا المحل تبع اللعب شو يا ميمي لك شو بتعمل بس بدي ياي بس انتروني انتروني لك شو بتعمل لك شو يا ميمي شو هيدا مين هيدا بيكا بيك طب يلا بنروح نجيب السلايم مامي تعي يلا تعي بدنا نجيب السلايم شو هيدا يا ميمي شارك يلا غني لنا بيبي شارك بيبي شارك بيبي شارك ميمي شارك قررت جابت البيكا مامي شارك طب وين دادي شارك لك هلا شوف اذا اي لون تشوف اي كلر دادي شارك بلو يا قبرني مين هذا يا ميمي بليبي لكن مش بتقول له باي يلا قولي له باي لبليبي قولي له باي برافو يلا تعال بدنا نجيب لا اليوم بدنا نجيب سلايم ايه قولي لهم باي يلا تعال روحي عن بابا روحي الحقي لدادي يلا تعال شوف سلايم تعال شو هيدا سلايم اي واحد بدك هذا كبير والله والله يا ميمي هيدا السلايم اللي بدك اياه خلص يا جماعه عليك ورقتها مستحيل تناقش معها هيدا نقتها وخلص هذا وحده ثانيه هات شوف شو بدك اوكي جايز نحن هلا رجعنا على البيت سحر عم تعمل لنا بيتزا وانا وميمي بدنا نركب هالطاوله اللي اشترينا جديد صح؟ قول لهم هاي للواي اس فاميلي لا خليها هنيك بابا هاي سامي بدك اوكي انت بدك تستلم الكاميرا سامي 1 2 سامي اوكي جايز هيدي فاينلي هيدي طاولة ميمي هون حتعمل رسمات حتلعبي باللي اشتريناها قبل شوي ايه بدك تيدي بير اوكي جايز ليكو شافت البير هونيك عم جابت اللعبة لها وحطت المونكي هون وهيدي شو هيدي الحليب واو يلا نحن حناكل وبنشوفكم بعد شوي سكري الكاميرا بابا شو بنعمل؟ بوكسينج انبوكسينج ياي Yeah. Wow. Pink. Pink. Pink color. Pink color. Pink. Pink purple. Open. Open. That's open. Tamix. هلا هيدي بنشوف ردة فعل ميمي أول مرة بتشوف السلايم. I can't wait to see. كأنه بتعرفها ليك ليك. أنا حبيت. قد ما حضرت. واو. شو هاي يا بابا؟ شو هاي يا بابا؟ ميكس حط بينك؟ يلا let's put pink color يلا هلا تعال نحط هلا البيربل كيفي يا يحيى؟ ماكو بينك يلا ميكس ماما ميكس يلا ميكس ميكس يلا ميكس 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 يلا ميكس ميكس ماما ميكس هيك 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 اوه
يا جماعة تخيلوا فنتين يعني بعده يحيى عم بخبطني اليوم ليه وبكل الفيديو يخبطني ساعة راسي. يا جماعة من سنتين انتو كنتوا معنا تتذكروا كان بعد بيبي انتو شفتوها لحظة بلحظة والله. على فكرة في كتير ناس بعتولي على الانستغرام بيقولولي سحر والله هيدا البنت كأنه بنتنا لما مشيت لما طلعوا سنينها كل شيء كل شيء انت كنت نحن كنا معك بكل شيء. فوالله العظيم يا جماعة انا حابة اتشكركم وبعرف وشكرا انا بعرف انه هلا بتكونوا انتوا عم تتمنوا لها الخير وعم تدعوا لها من كل قلبكم هابي بيرثدي. شكرا لانكم معنا نحن كثير محظوظين فيكم. يا بابا انت ساعدك شخصيا. ويحيى بدي اقول لك شغله كل التعليقات دائما بتجي انه انت الاب حنون بتجنن مع بنتك. والله في ناس بتعرف شو بنقهر اكثر شيء في ناس بيقولوا يا بنتمنى يكون عندنا باي مثل يحيى. ان شاء الله every باي عنده طريقه حب شكل صح بس هيدي حطوها براسه. في ناس بيعبروا بطريقه وناس بيعبروا بطريقه انه ما ناخذ شو اسمه ايفون كل شخصيه غير الثانيه صح. كليك 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 anyway يا جماعة الخبرية اللي حابين نخبركم اياه انه 9/6/2022 رح ينزل متجر ميريام وورلد. هيدا المتجر رح يكون كله فساتين للاطفال خارج اعياد ميلاد خارج دهرات خارج سهرات رح تكون تشكيلة خاصة باسم بيبي ميريام او حبيبة قلبكم ميمي مثل ما بتقولوا. جايز انا بدي اتشكركم لانه احنا عم نوصل لكل هيدا الشيء انتو سبب. قوم 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 زهقت ميمي شفتوا؟ بنكون وصلنا لنهاية هيدا وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. إذا أول مرة بتفوتوا على القناة اشتركوا بقناتنا كونوا من عائلة الواعي الشاملة بنحبكم قد الدنيا بنقول لهم باي باي ميمي انزي يلا سكري ميمي.